السلام عليكم ومرحبا بكم جديد خاوتي اخواتي في هذا الفيديو. في الاخبار عدنا كريم بنزيما يهين الرئيس الفرنسي ماكرون ويرفض مقابلته. ايضا في الاخبار جمعية المستهلك تحذر من بسكويت اوريو وتقول انه حرام وعلى الجزائريين التوقف عن استهلاكه فورا. اخيرا في الاخبار الجزائر ستربط اوروبا بالكهرباء ومداخل اضافية للخزينة. هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم، ما لابقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا التفاصيل. وأيضا قبل ما نبدأ فيديو، وكما شفتوا بسكويت أوريو كلها حرام، لذا نرجو منكم أعزائي المشاهدين نشر هذا الفيديو أكثر، وهذا بالضغط على زر الإعجاب أولا ثم مشاركته مع أصدقائكم في الفيسبوك حتى يعم هذا الخبر ويتوقف الناس عن استهلاك هذا المنتوج الحرام. شكرا لكم والآن إلى الأخبار. في الخبر الأول، جمعية المستهلك تحذر من بسكويت أوريو وتقول أنه حرام وعلى الجزائريين التوقف عن استهلاكه فورا. حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من وجود بسكويت حرام على رفوف المحلات يباع في السوق الجزائرية. وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن بسكويت أوريو المستورد والمتواجد على الرفوف والمحلات الجزائرية ليس حلالا، مستشهدا برد مؤكد من الشركة المصنعة لهذا البسكويت. ووجه مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك سؤال للمستهلكين، قال فيه: هل تعلمون أن بسكويت أوريو المستورد ليس حلالا؟ وتابع زبدي قائلا: المعلومة موضحة في موقعهم الرسمي، للأسف جماعة الكابا لا يتحرون الأمر مثل المنتوجات أخرى. وأيضا تضع الشركة ردها: أوريو ليست حلالا، على سؤال موجه لها حول البسكويت الخاص بها على موقعها الرسمي. وفي 2019 أثارت الشركة جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر المستخدمون صورا لمنتجات بسكويت وشوكولاتة أوريو، وعليها رد شركة أوريو على سؤال أحد المتابعين عبر موقع تويتر أن منتجاتها ليست حلالا. وكانت شركة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ردت بتغريدة على سؤال أحد المستخدمين حول ما إذا كانت منتجات الشركة حلالا أم لا، يترد الشركة بأن المنتجات ليست حلالا. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وهل أكلتم بسكويت أوريو من قبل؟ أيضا أخبرونا رأيكم في التعليقات، وكيف تمكن هذا المنتوج إلى دخول الجزائر؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. في الخبر الآخر، اللاعب كريم بنزيما يهين الرئيس الفرنسي إيمانويل باكرون ويرفض طلبه. تقارير صحفية عالمية تتحدث عن رفض مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حضور المباراة النهائية أمام الأرجنتين. ذكرت تقارير صحفية أو صحافة عالمية يوم السبت أن أفضل لاعب في العالم الفرنسي أو الجزائري كريم بنزيما لن يعود إلى قطر لمتابعة منتخب بلاده في مباراة نهائي أمام الأرجنتين. وكان ذلك بالفعل ما قام به بنزيما، حيث لم يحضر لمشاهدة مباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين. وبحسب شبكة ESPN فإن بنزيما رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسفر رفقته إلى الدوحة لحضور المباراة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه دعا اللاعبين الفرنسيين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابات لحضور المباراة النهائية أمام الأرجنتين. وأثار إمكان حضور بنزيما النهائي جدلا كبيرا في اليومين الماضيين، إذ امتغض مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشون من أسئلة الصحفيين بشأن موقف بنزيما، واستبعد بنزيما مهاجم ريال مدريد من قائمة فرنسا التي شاركت في المونديال في أكتوبر الماضي بعد تعرضه لإصابة في التدريبات. وبدت أمرا لافتا في الأيام الماضية استعادة بنزيما جاهزيته وشارك في مباراة ودية، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن وجود خلاف بينه وبين المدرب ديدي ديشون، خصوصا أنه غضب عند سؤاله عن بنزيما في أحد المؤتمرات الصحفية. وما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وبماذا تفسرون رفض بنزيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين؟
وهل ترون أن هنالك حقا خلاف بين بنزيما وديدي ديشون؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. في الخبر الآخر، الجزائر ستربط أوروبا بالكهرباء ومداخيل إضافية إلى الخزينة الجزائرية، حيث كشف وزير الطاقة محمد عرقاب أن الجزائر تدرس بجدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، مشيرا إلى طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لا سيما في القارة الأوروبية من أجل تزويدهم بالطاقة بمختلف أنواعها بما فيها الكهرباء وليست البترول فقط أو الغاز. وأرجع محمد عرقاب سبب اتخاذ هذه الخطوة إلى قدرات الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي بإمكانها جعل الجزائر قطبا طاقويا بامتياز. وأكد وزير الطاقة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن مجمع سونالغاز يمتلك من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، ويمكن له أن يصبح من الأوائل في العالم لا سيما من حيث القدرة الإنتاجية والكفاءة البشرية التي تركز في الوقت الراهن على توفير جودة الطاقة. وأفاد الوزير أن الجزائر أصبحت تنتج الكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25,000 ميجاوات، تستهلك منها 17,000 ميجاوات في أوقات الذرة. ومن جهته أكد الناطق الرسمي لمجمع سونالغاز خليل هدنة أن المجمع ضمن الاكتفاء الطاقوي في الجزائر، وبات يطمح إلى ولوج الأسواق الخارجية بجدارة. وأبرز خليل هدنة في تصريحات خاصة بها إذاعة الصيف المحلية أن سونالغاز تطمح إلى تصدير الكهرباء والخبرة المهنية وكذا معدات التوربينات. ومن بين الأهداف التي تعمل سونالغاز على تحقيقها مستقبلا تقليص فاتورة النفقات وضمان مكتسبات العمال وإنجاز المشاريع التنموية للدولة الجزائرية وتطوير المهارات الداخلية من أجل ضمان خدمة متميزة للمواطن لولوج الأسواق الخارجية بقوة. يذكر أن بعض الدول الأوروبية تعيش أزمة كهرباء خانقة بسبب أسعار الغاز وندرته. أيضا أعزائي المشاهدين، يمكن أن نضمن أن هذا الخبر هو جيد جدا بالنسبة للجزائر، ولكن لن يكون كذلك في المستقبل القريب، حيث أن أمريكا وقبل وقت ليس ببعيد في كاليفورنيا بالتحديد تمكن المخترعون من الوصول إلى دمج الذرة، وهذا ما ينتج طاقة لا نهائية، ما يعني تخلي أمريكا في المستقبل أي بعد قرابة 50 سنة عن كل ما هو طاقة ملوثة للجو مثل الغاز أو البترول. الطاقة التي توصل إليها المخترعون هي عبارة عن صناعة شمس اصطناعية داخل مفاعل نووي، ولكن ليست لها أي آثار جانبية مثل الإشعاعات النووية. ولكن لحد الآن لم يتمكن العلماء من بلورة هذه الطاقة أو تخزينها واستعمالها، تمكنوا فقط من إنتاج طاقة إضافية سموها بالطاقة الغير محدودة أو اندماج الذرة. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الاختراع؟ وهل ترون أنه خطر كبير على الجزائر في المستقبل؟ خصوصا وأن الجزائر تعتمد بنسبة 98% من صادراتها من المحروقات. أخبرونا رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع أعزائي المشاهدين. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.